واحنا بانتظار الاستحقاق الاخير من خارطه المستقبل للانتخابات البرلمانيه، طبعا ما طرأ من تعديلات منتظره على القوانين المنظمه لهذه العمليه الانتخابيه اجل هذا الاستحقاق، لكن التاجيل امتى؟ هو ده السؤال الاهم في هذه المرحله، والاهم اللي بيدور في الحوار المجتمعي اللي بيدور الان واللي كان بالامس الجوله الثانيه منه ما بين الاحزاب والقوى السياسيه حول التوافق اللي هي شايفاه حول القوانين المنظمه للعمليه الانتخابيه. حقيقه باستضافه عدد من القوى التي كانت مشاركه في الحوار المجتمعي الاول والثاني بالامس، هنجد انه في قلق كبير من فكره التوقيت، ويمكن ده اللي رد عليه رئيس الوزراء بالامس بالتاكيد انه الحكومه بتبذل قصارى جهدها، بتعمل ليل نهار من اجل ان تقوم بهذه يعني الامور والانتهاء منها والاجراء الانتخابات البرلمانيه قبل شهر رمضان القادم. هل ده واقع ام لا؟ هل ممكن فعلا تجرى الانتخابات ام لا؟ اكيد سؤال مفيش اجابه عليه في المرحله الحاليه. يعني اعتقد يمكن الاجابه على السؤال ده مرتبطه باقرار التعديلات اللي هي منتظره على القانون الانتخابات وتحسين القانون وعدم الطعن عليه مره اخرى، وطبعا البحث عن الثغرات اللي موجوده في القانون السابق بحيث ان احنا نحصنه بقى، يعني مش كل شويه هنيجي نطعن على القانون ونرجع تاني الكره من اول وجديد ونرجع للمربع صفر تاني، لا احنا لازم ناخد وقتنا في الموضوع ده بحيث ان احنا ما نحسن القانون ده ونشوف الثغرات. بس واضح يا مان كمان اللي في خلافات وفي مشادات كمان بين الاحزاب، وفي اختلاف الرؤى بين الاحزاب حوالين التعديلات اللي هي موجوده والتعديلات المقترحه، في وجهات نظر متعدده في الحقيقه، لكن هذا طبعا الامر ده مشروع بس في الحقيقه لازم يصب في النهايه في مصلحه البلد، في مصلحه القانون ده، وان الخلاف ده يوظف للمصلحه العامه بشكل عام في النهايه. على اي حال خلينا نشوف التقرير ده وايه اللي اتخرج بيه الاجتماع الحوار المجتمعي مع رئيس الوزراء و الأحزاب. بهدف التشاور بشأن قوانين الانتخابات ومناقشة الرؤى المطروحة حولها، عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي مع عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية. محلب أكد أن أي تأخير في إجراء الانتخابات لا يصب في صالح التجربة الديمقراطية الحديثة التي تعيشها مصر، ولذا تم تشكيل اللجنة الخاصة بتعديل قانون مجلس النواب برئاسة وزير العدالة الانتقالية حتى يكون لدينا مجلس نواب جديد قادم من الإرادة الشعبية، وهذه اللجنة تقوم بتجميع وتصنيف كل المقترحات التي ترد من الأحزاب والشخصيات العامة حول المواد المطلوب إدخال تعديلات عليها. كما أكد محلب أن الحكومة تحاول أن تجري الانتخابات قبل شهر رمضان المقبل، مشددا على أنه ستتم دراسة مقترحات القوى التي شاركت في الحوار المجتمعي. وأضاف رئيس الوزراء أن البنود السابقة في خارطة الطريق وهي الاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية قد تمت في صورة أشاد بها العالم أجمع، مشيرا إلى أن المرحلة الأخيرة في خارطة المستقبل وهي انتخاب مجلس النواب لابد أن تتم في ذات الإطار وبتوافق من كافة القوى السياسية والحزبية. وشهد الاجتماع قيام العديد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بعرض مقترحاتهم حول مواد قوانين الانتخابات التي يرون أنها قد تحتاج إلى تعديلات. شارك في جلسة الحوار المجتمعي ممثلون ل15 حزبا وعدد من قيادات القوى السياسية من رؤساء الأحزاب والائتلافات الانتخابية. ما بين المقترحات اللي ظهرت بالفعل من خلال المناقشات واللي كانت بتتركز حول القوائم وعددها، أهمية زيادتها، ضرورة أن تكون الانتخابات مركزة على فكرة الكيان الحزبي ولا على المستقلين، اللي بيعكس طبعا مخاوف كتيرة من تسلل التيارات الإسلامية البرلمان، تسلل أيضا ما يطلق عليهم بفلول نظام الأسبق. كل هذه المخاوف يمكن بتعكسها النقاشات اللي داخل أروقة النقاش المجتمعي. الحقيقة جلسة الحوار المجتمعي اللي انتهت بالأمس مش هي نهاية المطاف، لسه منتظر جلسة ثالثة، لكن على ضوء الجلستين السابقتين إيه اللي ممكن يتم يعني استنباطه فيما يتعلق برؤى الأحزاب السياسية المختلفة حول التعديلات المناسبة
للقانون المنظم للعملية الانتخابية. ده اللي هنحاول نعرفه في هذا الحوار مع الدكتور إسماعيل نصر الدين البرلماني السابق والمحلل السياسي. صباح الخير يا دكتور. أهلا صباح الفل. يعني صباح الخير دكتور. يعني حالة من الخلاف والجدل تقريبا داخل لجنة الحوار المجتمعي، هناك رؤى متعددة، اختلافات وجهات النظر، يعني هل الاختلافات دي بتصب في النهاية لمصلحة البلد ومصلحة القانون ده، بحيث ان احنا نوصل فعلا لقانون يعني ممكن فكرة التحصين او عدم بقى الطعن عليه مرة اخرى وخلاص ما عادش فيه ثغرات، قفلنا الباب قدام القصة دي ولا لسه قدامنا مراحل كتير؟ شوف انا هقولك بمنتهى الامانة والصراحة، احنا في مرحلة من الخطورة بمكان التي تستوجب من كل من يعمل في العمل السياسي أن يضع مصر رقم واحد في منظار، وليس كرسي، وليس أنا حزب حسيطر على الدنيا بالشكل الفلاني أو العلاني. إحنا في مرحلة من الخطورة بمكان إن إحنا يبقى عندنا طرف الوقت إن إحنا نفضل نستخرج أوقات طويلة في جدال ونقاش على أمور سبق نقاشها. المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما حددت فيه عوار معين في جزئية من القانون، كان الـ 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 يعني الـ الـ الشيء الذي يجب عمله أن احنا نعود بهذا القانون أو هذا الجزئية من القانون عشان ندرسها ونصلحها لتتوافق مع صحيح القانون والدستور. تمام. المقدمة اللي أنا بقولها ليه؟ لأن للأسف وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة، وإحنا دلوقتي أصبحنا في تلفزيون مصر بنتكلم بمنتهى الصدق والأمانة ومبنخشاش إن إحنا نقول الحقيقة. بعض الأحزاب، أنا لا أسمي أحزاب من بعيد، ولكن بعض الأحزاب لم تستطع حتى الآن أن تتواجد بين الناس في الشارع. تمام. فمن مصلحتها أن تفضل تجادل وتناقش في هذه الأمور لتعطيل مسيرة في منتهى الخطورة. إحنا عملنا مؤتمر، بمعنى أنه مصلحة الأحزاب تأجيل الانتخابات أكيد لا. في بقى الأحزاب خلينا نتكلم بصراحة أكتر. أنا لو جبت اسم حزب من الأحزاب الكتيرة اللي بتعمل النقاش دلوقتي المجتمعي على القانون ونزلت الرجل الشارع أرجو أن التلفزيون يعمل هذا الموضوع عشان نبين، يعني اسأل أي مواطن ما هو الحزب الفلاني أو الأشخاص. في بعض الأحزاب لا يعلم عنها أحد إلا مكونيها فقط لا غير. أنا بتكلم على بلد اسمها مصر، بلد محتاجة تتحرك بأسرع ما يمكن. رئيس الدولة يعني الرئيس السيسي بيقول إحنا يعني لازم نسابق الزمن عشان نقدر نحقق حاجة لهذه البلد. يعني ما ينفعش إن إحنا لما يكون عايزين نصل إلى نتيجة زي ما سعادتك قلت، عايز قانون ما يطعنش عليه، ما يحصلش فيه إن بعد ما يتشكل مجلس النواب القادم يبتدي بقى الدعاوي لحل والدعاوي لكذا ولكذا. أنا بتكلم على في زي ما برضك في انتهازية، برضك في انتهازية سياسية. وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة، اللي بيحب البلد دي يعمل عشان العجلة بتاعت الحراك السياسي وتأدية الجزء الثالث من خارطة الطريق على أكمل وجه وبأسرع ما يمكن. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأن إحنا لما بنتكلم سياسة، السياسة مرتبطة بأمور كثيرة، باقتصاد بلد. النهاردة أنت عملت مؤتمر ناجح بكل مقاييس النجاح في شرم الشيخ. النهاردة دول كثيرة عايزة تيجي وتعمل استثمارات في مصر. يجب أن نعلم جميعا أن هذه معظم هذه الدول لا تتعامل إلا مع دول لها برلمان قائم عشان التشريعات اللي بتصدر لابد أن الكلام ده مهم، لأن في ناس يعني شايفة أنه مسألة وجود البرلمان مش معوق، يعني في قوانين بيتم إصدارها، في خطوات بيتم اتخاذها مش معوق، بس وجهة النظر اللي حضرتك بتقولها مهمة جدا، فكرة أنه الحياة السياسية تستكمل ورسالة الاستقرار توصل للعالم. مهمة جدا. بالإضافة إلى أنا المحكمة الدستورية العليا حددت لي العوار أو الخطأ فين، وده اللي اللجنة العليا بتعمله. يكون أن إحنا وهذا المطلوب، يعني هناك حراك سياسي ونقاش مجتمعي جيد أستطيع من خلاله
أن أحقق، لأن في النهاية القانون والدنيا دي كلها عشان خاطر مين؟ عشان خاطر هذه البلد ومصلحتها. أنا زي ما رئيس الوزراء امبارح في النقاش قال إحنا قدام نقط معينة حددتها المحكمة الدستورية العليا، وده اللي جاري تنفيذها بأسرع ما يمكن. أنا مش بقول بأسرع أن إحنا نسلق القانون، لا، ولكن في هدف كبير وسامي ما ينفعش ناخده بقى نقطة زي بعض اللي سعادتك أشارتي بعض أوجهات النظر لبعض الأحزاب عايزة إعادة تغيير النسب اللي كان متفق عليها 40-40-20 ومرة 30-15 تفاصيل الخلافات. لكن بعد موجز التساعة لأهم الأنباء طبعا هنتحول إلى ريهام رجائي ثم نعود بعدها لاستكمال حوارنا. صباح الخير يا ريهام. صباح الخير إيمان، شكرا جزيلا لك وتحياتي لكم مشاهدينا الكرام وإلى موجز أخبار الساعة، أهلا بكم. شكرا لك ريهام، وطبعا بنكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم الدكتور إسماعيل نصر الديني البرلماني السابق والمحلل السياسي حول الحوار المجتمعي حول قانون الانتخابات. يعني دكتور كنت تتحدث عن وجود انتهازية سياسية من جانب الأحزاب واستغلال الفرصة والعمل لبعض المصالح الخاصة كما ذكرت، لكن هناك اتهامات في المقابل أيضا للحكومة بالمماطلة، احنا مهلة الشهر اللي منحها الرئيس السيسي عدت ولسه ما فيش أي حاجة، فأنت شايف الموضوع ده زي يعني فكرة التأني وفكرة الوقت برضو الإنجاز بسرعة للخروج من الجدل اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. يعني هو طبعا على كلام محمد كمان وصول بعض الاحزاب لدرجه ان هي اعترضت على وجود الحكومه طرف في الحوار. ما هو دي المشكله بقى، ده اللي انا بقول عليه، ما هو في فرق يا جماعه. الديمقراطيه لا تعني فوضى الفكر. يعني ايه فوضى الفكر؟ انا النهارده امام موضوع حدث من ناس اعترضت على جزئيه في قانون، قالت يا محكمة دستورية عليا لو سمحتي قولنا رأيك في دستورية هذا النص. المحكمة الدستورية حددت هذا النص تحديدا الفقرة الثالثة في القانون كذا. خلاص احنا اذا بدأنا هنعمل زي الدول يعني من ضمن، لو قرينا تاريخ كويس نجد ان معظم الفشل السياسي في الدول في الجدل البيزنطي زي ما بيقولوا، وانا كل ما اخلص من نقطة واحد يطلع لي نقطة أخرى. هو طبعا الصح أن المفروض لا يصدر قانون إلا بعد ما يكون متراجع مراجعة جيدة بحيث لا يوجد به أي عوار دستوري، عشان أنا مش بعمل حاجة صغيرة، ده أنا بعمل مجلس نواب لبلد كبيرة اسمها مصر. بلد ابتدت تخطو خطوات في اتجاه تنمية واستثمارات واقتصاد وقصص كبيرة تعتمد في المقام الأول على أن هذه البلد لها مجلس نواب يشرع عشان دول العالم تحترم هذه التشريعات، ودي سنة موجودة في العالم كله. إذن عشان كده بنقول أنتوا يا إخواننا يا اللي بتتكلموا كل شوية تطلع شكل جديد. هو المحكمة الدستورية العليا كلمت في النسب اللي موجودة الخاصة بالفردي أو القوائم اللي ما جابش سيرتها، لكن قالت أن هناك عوار بيخص القيمة أو عدد الأصوات اللي توزيع الدوائر. طب هي الفكرة هنا يا دكتور، يعني هل القصة كلها في قصة توزيع الدوائر، ولا احنا بعد ما نعمل القانون هنلاقي طعن برضو كمان على النسب زي ما انت حضرتك بتقول، على مواد تانية احنا مش عارفينها، وكمان كان في 5 طعون أو 6 طعون كمان كانت متقدمة قدام المحكمة الدستورية حوالين موضوع الانتخابات ما كانش طعن ده على المادة دي. مظبوط. فهل مراجعة شاملة للقانون بقى، يعني تبقى مراجعة شاملة للقانون ولا بس هي القصة في قصة تقسيم الدوائر؟ لا، ما هو انت وانت بتعمل هذا البند انت المفروض بتراجع مراجعة شاملة للقانون بما لا يتعارض مع النص الدستوري دي. لكن هو في نقطة مهمة لازم بقى عشان نحصن هذا المجلس، لان ما عندناش طرف ان احنا نعمل مجلس ونرجع نحل التجارب السابقة، يعني التجارب السابقة والا الناس هتضحك علينا كلنا. لا، انا المفروض اذا كان الامر، وطبعا الجهابذة بتوعنا بتوع القانون نعمل ايه اللي يتعمل، ان هو الرقابة السابقة ولمرة واحدة عشان نقطع دابر ان احنا نتكلم في هذا الموضوع. وهي الرقابة السابقة هتحمي القوانين من العوار؟ بلا شك. ليه؟ لان في النهاية اي عوار اخر هيقدم للمحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الدستورية العليا تقول النص ده به عوار او ما بهوش عوار، صح او مش صح. فاذا انا خدت القانون برمته بتعديلاته وقلت اتفضلي يا محكمة دستورية، طبعا رجعنا عليه، طبعا خلاص يبقى هنضمن 100% انه لا يستطيع احد بقى ان يطعن مرة اخرى على هذا الكلام. وانا عايز اقول
وأوجه نداء من هنا كمواطن مصري لكل من يشارك في هذا الحوار المجتمعي، أقول له حط مصر أولا، حط مصر. الشعب المصري يا جماعة شعب ذكي وعملاق، ومحدش هيقدر يضحك عليه، لا بتوع إخوان ولا بتوع فلو ولا أي مخلوق هيقدر. أنا اللي بقول من واقع إن أنا جزء يعني عايش الشارع المصري، مفيش حد هيستطيع أن يضحك على الشعب المصري. هي مش فكرة حد يضحك علينا، فكرة إنه الناس عندها تساؤل هولة مدى الإقبال، الناس إحساسها إن الأمور مستقرة، إحساسنا إنه المرحلة الأهم إحنا خلصناها، مرحلة الانتخابات الرئاسية، مرحلة الاستقرار اللي إحنا عايشينها دلوقتي ومشعرين بيها بنسبة كبيرة، فنسبة الإقبال ممكن ما تكونش متوقعة إنه يكون التجاوب مع الانتخابات. ده خوف، محل خوف فيما يتعلق بإقبال المواطنين، خصوصا مع طول مدة تأجيل الانتخابات. طبعا كل ما بتطول المدة كل ما بيحصل فتور مليون المية، واللي بيستفيد من أو من له هدف في هذا الموضوع، خلينا نتكلم بصراحة ولا نوالب ونتكلم بمنتهى الوضوح، أنت بعض الأحزاب مش جاهزة ولم تجهز حتى تاريخه لدخول انتخابات. إذن إذا فرضنا يعني ده اتجاه ورأي أن بيتعمل الكلام ده عشان أطول المدة أطول ما يمكن حتى أستطيع أن أنا أتواجد في القواعد الشعبية عشان يبقى لي نصيب من سواء نواب في الفردي أو القوائم. في الاتجاه الآخر اللي سعادتك قلته وهو بيتقال ده الحكومة عارفة القصة وبتعمل القصة دي عشان تطول، أنا ما أعتقدش هذا الرأي سليم، مش من باب أن أنا بمالئ الحكومة، لا أنا بقول من باب أن هذه الحكومة اللي شغالة ليل ونهار وعايزين نعمل وعمالين نعمل مؤتمرات اقتصادية ونعمل نداءات لكل دول العالم تعالوا ادخلوا مصر هتجدوا إن شاء الله الاستثمار الجيد و لازم مش معقولة تكون هي بتتجه لهذا الاتجاه وفي نفس، وإلا تبقى الطمة الكبرى، يعني أنا في رأيي يبقى ده طمة كبرى. لكن أنا أعتقد الحكومة جادة، ودليل على كده أن رئيس الوزراء امبارح قال إحنا بنعمل بأقصى جهدنا عشان تتم الانتخابات قبل رمضان القادم إن شاء الله. يعني إحنا نتمنى بالطبع يعني المصلحة العليا لمصر هي في أن هي التي تحكم الجميع في هذه المرحلة، ويجب أن يعلي الجميع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار. يعني الدكتور إسماعيل في النهاية بشكر حضرتك، الدكتور إسماعيل نصر البرلماني السابق والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا دكتور إسماعيل على وجودك معنا، وإحنا بنتكلم عن دور مهم للأحزاب في التواجد في مشاركة الشعب همومه في مش بس إحداث قاعدة شعبية تفيد كأصوات في الانتخابات، لكن فكرة التواجد عوضا عن الاتهامات اللي بتوجه إلى الأحزاب، هل منظمات المجتمع المدني، هل الجمعيات الخيرية ممكن تكون بديل في هذا الدور أو تكون عامل مساعد لحين اكتمال الحياة السياسية بأركانها المفترضة والمتوقعة؟ واحد من لقاءات الرئيس السيسي اللي بيحرص على أنه يقوم بها مع ممثلي المؤسسات المختلفة، ممثلي فئات المجتمع المختلفة، كان لقاء جمعه بممثلي الجمعيات الخيرية اللي بتقوم بالعمل الخيري وأيضا منظمات المجتمع المدني. أكيد الهدف واضح، إيه اللي ممكن يقدموه من أجل المواطن المصري، من أجل تحسين معيشته، من أجل تحسين ظروفه، من أجل مساعدته على التفاعل مع مشكلات مجتمع. بالفعل يعني من زي ما انت بتقول يعني في اهميه كبيره جدا لمنظمات المجتمع المدني في مساعده الدوله، يعني المسؤوليه كلها مش على الدوله، لكن في ايضا كمان منظمات المجتمع المدني لازم تقوم بدورها في توصيل الخدمات، مساعده المواطنين في كافه المجالات حقيقه. وفي فعلا منظمات بتقوم بالدور ده فعلا موجوده، وفي منظمات موجوده مجرد اسم فقط لا غير في الفتره الحاليه. الاجتماع بتاع الرئيس السيسي مع منظمات المجتمع المدني يمكن خرج باتفاق على يعني دعم القرى الاكثر احتياجا بنصف مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، ويمكن في نشاط لبعض المنظمات في القرى فعلا الأكثر احتياجا، وبالتالي لابد من مساعدة الجميع وتكاتف الجميع، الدولة والمنظمات وأيضا المواطن، لمساعدة النهوض بهذا البلد ووصوله إلى مرحلة متقدمة يشعر بها المواطن في الشارع المصري. على العموم ده هيبقى حوارنا في الفقرة اللي جاية، لكن خلونا نتابع التقرير ونرجع لنبدأ الحوار في الموضوع ده.